السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن واقفون في مكان لطالما شاهدتموه، وهو يحتضن ملايين الزائرين المتجهين إلى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن الآن لسنا في أوقات الزيارة، لقد آلت على نفوسها أصحاب المواكب الحسينية بأن تفتح أبواب مواكبها وحسينياتها لتحتضن آلاف النازحين الذين هجروا من مناطقهم قصراً لا لذنب، بل لكونهم يقولون أشهد أن علياً ولي الله، وثبتوا على هذا الكلام، وثبتوا وقدموا القوافل من الشهداء، وهم الآن مهجرين بسبب ولائهم لأهل البيت وبسبب ولائهم إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. كاميرا قناتي الزهراء والمهد الفضائيتين كان لها شرف الحضور في هذه التغطية لأحوال المهجرين من أتباع أهل البيت عليهم السلام، فكونوا معنا أعزائنا المشاهدين الكرام. نلتقي الآن مع أحد الأخوة من أصحاب المواكب والحسينيات من أبناء النجف الأشرف الذي يقدمون المساعدات ويمدون يد العون إلى عوائل المهجرين. السلام عليكم. عليكم السلام. طلال العمي، شلونكم؟ الله يسلم. نتعرف باسمكم. والله أنا منذر عبد الكاظم، إحنا خفاجة، عندنا مواكب هنا، بس إحنا نجي على كل المواكب نفطر، يعني إحنا عندنا موكب، يعني عندنا ساكن الناس ذبي ثلاث عوائل، بس نجي على كل المواكب نفطر، يعني أكو ناس بعيدة ما يوصل لها يعني الغذاء والدعم ولا شنو، وعلى ما نتمكن يعني جوارينا وجماعتنا. يعني احنا بالمكرمة عندنا جامع، كل اللي يجي يذبي مواد غذائية، ثوابات، ملابس، عبي، أحذية، شحاطات، نجي نجيب هاي سيارتي، يعني أجي أوزع أنا والحجية، نجي نوزع لنا الجماعة ذولا. السال ولد زلنا يوم وجبنا لهم كباب وجبنا لهم موفقين. يعني حج هاي العوائل الآن هم سبب تهجيرهم بسبب ولائهم لأمير المؤمنين. هم لكون شيعة، لكون شيعة وموالين قاموا يحاربون هذا المذهب. لو إحنا من غير مذهب ما لهم شغلة بينا. السعودية تدعم، قطر تدعم، تركيا تدعم، كلها تدعم لكون إحنا شيعة موالين. طيب حجي، هم الآن حلوا ضيوف علينا في محافظة النجف الأشرف، فإحنا إن شاء الله أيضا وأنتم أبناء النجف الأشرف إن شاء الله أيضا متقصون عليهم، ونحاول أن ندعمهم ونمد لهم يد العون ونتحمل جزء من المأساة التي تحملوها. إحنا ضيوف عندنا، ضيوف عندنا وإخواننا وهنا وأصدقائنا، وقبل ما تصير هاي الأحداث هم إحنا نروح نسير عليهم تل حفار، هم يجون أهل الموصل لنا، عندنا معارف هناك شيعة كانوا بالصنف، يعني نشتغل، بس هم يعني هذا الوضع اللي صار. احنا بعد نقدر نعوفهم؟ ما نقدر نعوفهم. هاي بيوتنا مفتوحه لهم، ومواكبنا مفتوحه لهم، ومدينتنا مفتوحه لهم، وشي يحتاجون اللي نتمكن عليه من عندنا ومن اصدقائنا ومن جوارينا احنا نجيب لهم اياه ونوصل لهم اياه. نتعرف باسمكم. عباس فاضل عاشور. من اي منطقه هجمتم؟ من تل احفر. أخ عباس، المعاناة اللي واجهتوها أثناء تهجيركم من تل الأحفر إلى وصولكم إلى النجف الأشرف؟ والله تهديد، هددونا وبالليل قصفوا علينا هاونات ومدافع، وطلعنا من تل الأحفر بالليل على منطقة سنجار. مشاكل واجهتكم بالطريق؟ أكيد نعم. مثل من يعني؟ عبوات وقصف أثناء مسيرنا باتجاه سنجار وباتجاه الشمال. زين. من طلعتوا من منطقة تل أحفر يعني استطاعتوا أن تأخذون وياكم أي حاجيات أي أغراض؟ كل شيء ما أخذنا. كل شيء ما أخذنا، بس طلعنا بملابسنا. وصلتوا إلى مدينة أمير المؤمنين إلى النجف الأشرف، شلون وجدتم استقبال أبناء أمير المؤمنين أهل النجف لكم؟ والله استقبال كلش طيب، وكل شيء متوفر، ووفروا لنا كل شيء، دينطون ثلاجات و سكنونا بحسينيات ومبردات، انطوني يجيبوا لنا ماي واكل وشرب، كل شيء، حتى ملابس انطونا. نتعرف باحد الاخوه المهجرين. اسمه زين العابدين علي من قضاه الاعفر.
أخ زين عابدين، سولف عن المعاناة اللي واجهتكم أثناء خروجكم من تل لحفر. والله معاناتنا تدري صار ضغط علينا من تنظيم القاعدة من داعش، فاضطرينا يعني تركنا بيوتنا، عفنا تقريبا عفنا كل شيء، ما طلعنا ويانا حتى جناسي، حتى بطاقة أمونية يعني بالنسبة لي هي ما أخذتها بقت هنا. وصلتوا إلى النجف، كم نفر عائلتكم؟ إحنا 18 نفر أربع عوائل. إحنا 18 نفر. أي 18 نفر أربع عوائل. الطلبات اللي الآن تطلبوها أثناء حضوركم في النجف الأشرف، سكنكم بالنجف الأشرف، الأشياء اللي طلباتنا بس الأشياء الأساسية اللي نحتاجها مثل ثلاجات ومبردات ومجمدات إذا أمكن، تنور قسم معدوم يعني للخبز، وهاي يعني تكتيف ما العفو بس ما غاز ما يوصل لي الحمد لله، يوصل ما مقصرين أهل النجف. زين. طالبون أيضا وزارة الصحة. والله وزارة الصحة بس تكتيف الدوريات لا ما مقصرين يعني، كل حتى أصحاب المواكب أصحاب الحسينيات ما مقصرين، جزاهم الله ألف خير، راعونا كأنه إحنا بين أهلنا يعني، هم ناسنا، هم سند لنا. أي هم سند لنا. فبس تكثيف مثلا من وزارة الصحة، تكثيف دوريات الصحة يعني من أطباء من شو اسمه يعني، تجي حالات طارئة ما تلقي يعني، المفارز بعيدة، قسم يعني مفرزة ما أدري يا عمود بعيدة. المهد الفضائية يعني نحاول شوية نشيل جزء المعاناة اللي تعانون به. مقدمة من قناة المهد الفضائية. مشكور إن شاء الله. المهدي ما قصر. الله يسلمكم. تنقل معاناة. إن شاء الله. إن شاء الله ما قصر عنكم. إن شاء الله كل خير وكل غيوم وكل محب لشيعة أهل البيت ما يقصر عنكم. ما هي المعاناة التي تواجهونها الآن في سكنكم في حسينيات ومواكب الإمام الحسين عليه السلام؟ والله هو معاناتنا أهم شيء الكهرباء ماكو، يعني يقطع يوميا تقريبا 3 مرات 4 مرات بالمرة، يعني 3 ساعات 4 ساعات ما يجي، والماي ماكو يعني بالتناكر يجيبون، والتناكر يعني يجيبون يعني ما ينطون كمية، هو خزان أو نص خزان ينطوننا مي، وإحنا تقريبا 40 نفر هنا بهاي الحسينية فقط بهاي الحسينية. أكيد أطفال صغار. نعم نعم عدنا. إيه. إيه صحيح عدنا والله أطفال يعني أبد ما يحملون من الحر، أبد ما يعني معاناتنا، والأهم وثاني شيء أمين والصحة ماكو، يعني أطباء ماكو. يعني مستوصفة وزارة الصحة زيارات نعم نعم إلى الحسينيات يعني على أحوالهم. نعم هذاك اليوم تمرض يعني طفل من عندي وديته للولاية، يعني تقريبا ضلينا للش اسمه للمستشفى، رحنا ماكو يعني يمطي لك علاج يعني ما اليوم ما ينطون كمية يعني الش اسمه ماله،
والمعاناتنا يعني اهم شيء هذولا، والثاني شيء يعني يشوفونا حل، يعني هذا مو حل. الى متى نضل هيش زين على مود ايش واصلين لهنا؟ زين انتم الان تحملتوا المعاناه، تحملتوا المآسي، انقتلوا شبابكم، هجرتم، تركتوا دياركم، تركتوا اموالكم، تركتوا كل حلالكم، شنو السبب تهجيركم؟ تهجيرنا هو سبب واضح، بحب على مود الحب علي بن ابي طالب. كون شيعه علي بن ابي طالب عليه السلام تواجهون هذه المآسي. نعم هو هذا المشكله. ان شاء الله الخيرين ما يقصرون، نحاول ان شاء الله من خلال قناه الزهراء والمهدي الفضائيه ان نمد يد العون لكم باحسن ما يكون ان شاء الله. احنا نريد انتم توصلون حكينا للمسؤولين ان شاء الله. والسلام عليكم. السلام عليكم. بزق تخليله هاي اهل بيت سوي مختلف ترى بريير شبخ من حساسيه له ضغط سكر ور من ده تحملي لي هم من بري سويمز قلاتتı gerek من gündük iki kere çimerdim orada evde uşaklarımız kumsa ağrı demiyor burayı vallahi üzüp mahal tahammülü eliyemiyor burayı mecbur ruh malı katıklıyla bizim şehel beyt seviyorsunuz bizim de ruhumuzdan kıymatlı değil bir hay bundan ötürü bizi katıklıyla bir suçumuz yoktu uşaklarım şırta giymişti mecbur ruh malı işleyen miydiler işlediklerim aparıydılar gazlıydılar şırta giydiler kumsa uşaklarımız. الآن أحد الأخوان راح يترجمنا ما تفضلت به هذه الحاجة. ست الوالدة يقول يعني أنا عندي ضغط وعندي أمراض سكر وضغط وقلب ما يحمل يعني من عدن الماسات، والسبب التهجير مالنا لحب لولاية العلي عليه السلام على مود هذا يهجروننا لهذا المكان. ويقول يعني أنا زوج بنتي هسه حاليا بيدهم خاطفين، يعني يقول ما شات كلها براسي ومعاناتنا، يعني يقول أنا ما أقدر أحمل هاي المعاناة وحكومتنا يعني لازم يسوينا فرق. كان الله في عونك. السلام عليكم. السلام عليكم. نلتقي بأحد المهجرين، نتعرف على اسمكم. حسين مصطفى الياس، عائلة حسين مصطفى الياس. حسين مصطفى الياس تفضلوا. من أي منطقة هجرتم؟ والله من تل العفار. من منطقة تل العفار. تل العفار للسنجار. أكيد معاناة رافقتكم بأثناء تهجيركم من تل العفار إلى محافظة النجف. أي والله. معاناة، تعب شديد أيضا. أي والله تعب شديد. والله أربعة أيام بالطريق بس من هناك من سنجار جينا شفت رينا يلا جينا. من طلعتوا من تل العفار استطاعتوا ان تاخذون وياكم يعني بعض الحاجيات بعض الامور يوم من البيت؟ ايه طرق الدجاجه طلعنا طرق الدجاجه حتى ويانا الشلل بالعربانه ومشينا بالطريق. هاي الشلل اي والله مريض شلل. اذن اعزائنا المشاهدين، هذه احد الاخوات المهجرات من قضاء تل العفار وهي الان مصابه بشلل الاطفال. اعزائنا المشاهدين نطلب من عندكم المساعدة لهذه المريضة الآن الموجودة في محافظة النجف الأشرف. شنو الأمور اللي تحبوها الآن تدون؟ والله إحنا نحب بس المساعدات مثلاً إذا ما يقطع من عندنا المساعدات يجيبونا مثلاً. الأشياء اللي تحتاجوها تبريد مبردات. والله مبردات هذا ذاك يوم جابنا مبردة بارك الله بالجايبين. ثلاجة مثلاً. والله ثلاجة ما عدنا. ثلاجة ما. إحنا تقريباً أربع عوائل ثلاجة ما عدنا. أي والله. ما عندنا من نسوي مثلا اكل او غدا او عشاء. اذا عشاء مثلا للصبح ما يبقى لازم يخسي ندبه. يعني هاي وجبه افطار مقدمه من بعض الاخوان الطيبين من دوله الكويت العزيزه، حاولوا ان يمدون يد العون لكم. من الحاجه ام فاضل غضنفري نطلب منكم شو تقولوا لها الحاجه اللي دائما تساعد الفقراء دائما تساعد المهجرين؟ شنو تقولوا لها؟ والله رحم الله والدي، رحم الله والدي، اي واحد يساعدنا رحم الله والدي. مو بس ساعدنا المهاجرين كلهم، يعني مو بس احنا المهاجرين كلهم. والله اكون اساسا ما عدم ما ادري كل شيء ما عدم والله العظيم. ايوه موفقين.
هاي وجبة افطار رحم الله والديك. الله يسلمك. كم نفر انتم عائلتكم؟ والله احنا 13 نفر. 13 نفر. تفضل. يلا. في مال الله. الله وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف على حضرتكم. اسمكم؟ اسم حسن سليمان. من اي منطقة هجمتم؟ من تل العفر. تل العفر. المعاناة اللي رافقتكم اثناء تهجيركم من تل العفر الى النجف. اكيد معاناة مأساة. المعاناة الطريق وعبرنا مناطق الحدودية الكرات. كم يوم استغرقتوا حتى وصلت الى ثلاث ايام؟ ثلاث ايام انتم بالطريق حتى وصلتم الى النجف. اكيد هاي خلال ثلاثة ايام طعام ماكو، ماء قليل. اعتيادي كل شيء ما كان موجود. كل شيء ماكو. زين طلعتوا من تل العفر، استطعتوا ان تاخذون بعض الامور اللي تحتاجوها؟ كل شيء ما اخذنا. كل شيء ما اخذتم. شلون وجدتوا استقبال اهل النجف لكم؟ انتم الان في مدينه اهل النجف زينين و ما قصروا. ما قصروا يعني ابد. زين انتم السبب اكيد اكو عوائل تل العفر الان ما مهجره، انتم بتهجركم شنو السبب؟ ذول الدواعش الوهابيه الشيعه لكون شيعه امير المؤمنين الشيعة. لكون من احباء امير المؤمنين هجركم. زين الان شنو الاشياء اللي تحتاجوها الان طلبوها؟ احنا كل شيء ما جايبينه. يعني مثلا شنو الان الاشياء الاساسيه؟ ثلاجه مثلا، ثلاجه مبرده. ثلاجه ما عندكم؟ ما عندنا ثلاجه. مبرده ما عندكم؟ زين مال الحسيني هذا. ثلاجه مبرده ما عندكم؟ مبرده ما عندنا. زين الاطفال مالتكم شنو؟ ملابس كذا؟ كل شيء كل شيء احنا طالعين هيك بدون اي شيء، بس الملابس شيء مالتنا. خير ان شاء الله. كل شيء ما شاء. يعني هاي وجبه افطار مقدمه من قناه المهد الفضائيه، بعض المتبرعين من دوله الكويت. كم نفر انتم؟ 30 واحد. 30 واحد. تفضلوا. نلتقي الآن بعائلة أخرى من العوائل المهجرة من منطقة تل العفر. نلتقي بالأخ، اسمكم؟ حسن علي محمد من تل العفر. أخ حسن، تكلم عن المعاناة التي واجهتكم من خروجكم من تل العفر إلى وصولكم إلى النجف. والله أولا السلام عليكم على جيتكم هنا، رحم الله والديكم على القناة المهدي. والله يعني طلعتنا، شلون صار طلعتنا؟ وتعرف قضيه ارهاب وداعش وبيش مرقه، ويعني ارهاب هاي ثلاثه يعني صاروا علينا. وصار تعرف مثل ما نشوف هاي العوائل تبهدلت بالقصف، وطلعنا من طلعنا على سنجار، ومن سنجار جينا بطريق اربيل، ومن اربيل يعني تبهدلنا يعني بالذات بسيطره الكلق. يعني هسه لحد هسه العوائل بتبهدلنا مبهدله بيها. يعني من خرجتم من تل العفر ما استطعتوا ان تاخذون معكم اي حاجيات، اي اغراض تجيبون معكم الى النجف؟ كل اغراضكم بقت، دياركم اموالكم بقت في تل العفر؟ كلها بقت كلها، بس كل ما طلع بس بهدومه طلع يعني. زين السبب، سبب هجروكم من تل العفر، ما هو سبب تهجيركم؟ اكيد اكو عوائل ما مهجره في تل العفر، في المناطق القريبه من تل العفر. انتم ما هو السبب تهجيركم من تل العفر؟ هو السبب هو كوننا احنا شيء يعني محب اهل البيت احنا يعني. هاي السبب، السبب اللي هجرتنا يعني احنا طلعنا من شو اسمه، كانوا ان احنا شيعة يعني تعرف من محب اهل البيت. ومو منسى من صار السقوط لحد اليوم احنا دا نتعارك وياهم دق يعني مفخخات وحزمات وهاي شغلات. بس هالمره يعني شلون صار هالمره؟ صار يعني حتى الاكراد علينا، يعني انا حشي بصراحه الاكراد وبيش شو اسمه وداعش وارهاب هذين كلهم صاروا علينا يعني. وبعد ما صار عندنا قدره نواجههم يعني ما بقت بينا. زين الان انتم وصلتوا الى النجف الاشرف، الى مدينه علي بن ابي طالب. الان انتم في ضيافه امير المؤمنين، شلون وجدتوا استقبال اهالي النجف لكم، الخدمه اللي قدموها؟ والله الحمد لله وشكر رحم الله والديهم والديكم ان شاء الله، وما مقصر اهل النجف الحمد لله وشكر لحد اليوم ما مقصرين ويانا الحمد لله. والخدمات متوفره الحمد لله وشكر، يعني الماء واهل المواكب ما حد مقصر يعني الحمد لله وشكر. زين الان اكو معاناه تواجهونها، طلبات تحبون تطلبونها؟ والله هو طلباتنا هسه يعني شنو؟ المفارز الطبيه الوضع يفتر، اهم شيء المفارز الطبيه. ها زين ميدانيه من وزاره الصحه للعوائل خاصه هاي وزاره الصحه يعني دا يجي هنا تعرف يعني احنا ما عندنا قدره نروح
ناخذ العوائل على الداخل. تعرف المهاجرين هسه صاير هوسه بداخل النجف، يعني صاير هوسه بداخل النجف، يعني مثل ما يقول احنا دنضب للنجف. احنا مين نخاف للداخل الولايه؟ اللاق ما يعرف اللاق، احنا مين نخاف على داخل النجف؟ احنا الان نحاول ان نقدم لكم وجبه افطار بمناسبه الشهر رمضان المبارك، وان شاء الله هذه القناه تمد يد العون لكم. من يا منطقة مهدي؟ تلعفر. تلعفر، ايش قالوا لكم الارهابية؟ إذا بقيت بتلعفر شو يسووا لكم؟ قتلونا. ها لو باقين بتلعفر قتلوكم؟ ايه. ها الآن أنتم اجيتوا هلان النجف؟ ايه. زين محتاجين شيء؟ ايه محتاجين. شنو اللي تحتاجون؟ ملابس، إيه؟ أكل، بس هنا. ملابس. مواد غذائية. مواد غذائية؟ ايه. ملابس؟ ايه. وأكل محتاجين إن شاء الله؟ ايه. محتاجين. إذن أعزائنا المشاهدين الكرام، الصورة الآن أمامكم واضحة. هذه الأطفال الذي ترونها الآن هجروا بسبب حبهم وولائهم لعلي بن أبي طالب. إذن أعزائنا المشاهدين، نوجه كلامنا وندائنا إلى أصحاب القلوب البيضاء، إلى أصحاب القلوب الرحيمة، إلى كل من، إلى كل شخص يهتم بأمور هؤلاء المهجرين، أن يمد يد العون لهؤلاء الأطفال الذي ترونهم أمامكم الآن. لا ملابس، يحتاجون إلى الملابس، يحتاجون إلى الطعام، يحتاجون إلى المواد الغذائية. من أي منطقة هجرتم؟ من تل عفر. من تل عفر؟ أيه. كم نفر أنتم؟ 14 نفر. زين، سبب تهجيركم شنو؟ سبب تهجيركم؟ والله داعش دخل على تل عفر. لكون شيعة أهل البيت؟ أي والله. هجركم؟ إيه، بس السني بقى. السني بقى شيعة. أيه. أهل البيت هجر. أي والله. زين، الآن الأشياء اللي تحتاجوها هنا بمعيشتكم خلال هال، والله ماكو أي شيء، غسالة وثلاجة ومبردة، محتاجين كل شيء. كله محتاجين. أي والله. زين، الآن الأطفال يعني تحتاج. مبهدلين والله. ملابس ماكو، خليتوا أكيد أغراضكم هناك بتلع. إيه كل شيء والله، سياراتنا وأموالنا كلها بقت. كلها بقت في تلع. إيه والله. يعني تحتاجون ملابس، مواد غذائية. مواد غذائية. أيضاً زيارات من قبل وزارة الصحة للأطباء. إيه والله. الحسينيات اطلاع على حالكم، حالة الأطفال. بلي والله، محتاجين والله، كل شيء محتاجين. خير إن شاء الله، موفقين. يعني الآن هاي وجبة غذائية، وجبة أفطار مقدمة من بعض الأخوة من دولة الكويت، من قناة المهدي الفضائية. نحاول أن شوي نشيل جزء من المعاناة اللي تحملوها. صحيح. وإن شاء الله باقين معكم. سلامونا أخوي. يلا طيهم. كم نفر؟ 14 نفر. نلتقي بأحد الأخوات المهجرات من منطقة تل عفر. ما هي المعاناة التي واجهتكم في التهجير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر القناة المهد الفضائية، ونشكر السيد السيستاني حفظ الله حتى أقامت بالتوفير النازحين. احنا معاناتها ماكو ماي وكهرباء، اكو ماي مر بس ماكو ماطور، هسه غاز نشترانا غاز ماكو، يعني بلاش ما اكو. جهالنا حرارة هواية، عندنا جهالنا ام اكو هواية ما يتحملون. احنا يتحمل حتى فداء الحسين عليهما الصلاة والسلام، يتحمل كل شيء، لان زينب يتحمل مصاب الحسين عليهما الصلاة والسلام، بس جهالنا ما يتحمل، ما يعرف الشيء. زين، انتم الان تحملتوا هاي المآسي، تحملتوا هاي المصاعب، هاي الشدائد، شنو سبب تهجيركم؟ لانها شيعتهم امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام هددوها، ليش شيعة أنتم؟ إحنا يتحمل كل شيء، يتحمل حتى قاعدين بالكرتون يتحمل كل شيء، يتحمل قاعد التراب يتحمل كل شيء، لأن أهل البيت يتحمل كل مصائب، زينب يتحمل.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نتعرف على اسمكم؟ زين سليمان مطلع فر. مطلع فر. يعني شنو سبب التهجير؟ والله سبب شيعة. لكم شيعة أمير بس الشيعة فقط. قالوا صرنا يبقى بس الشيعة يطلع. خير إن شاء الله. يعني أكيد تعرضت للتهديدات. هونات شغل علينا ثلاث أيام. ثلاث أيام يمون ايه. عليكم ايه. على العوائل على الأطفال. ايه. زين. أكيد معاناة مأساة رافقتكم أثناء تهجيركم من تلعفر إلى أن وصلكم للنجف، كم يوم استغرق الطريق؟ والله الطريق بس من تلعفر للسنجار يوم يوم نص طول، بقينا بالسنجار 25 يوم وطلعنا من السنجار للنجف خمسة أيام بقينا بالطريق. أكيد طعام ماكو؟ طعام ماكو، بفلوس كان ما نلقى، بفلوس. بالفلوس. زين، طلعتم من تلعفر أكيد ما جبتوا أي شيء وياكم، ما سمحوا لكم تأخذون أي شيء. لا لا بس روحنا يلا خلصنا. بس بأرواحكم. زين وصلتوا إلى محافظة النجف، شلون وجدتم استقبال أهل النجف لكم؟ والله أهل النجف، أهل جنوب، الشيعة ما قصروا ويانا، ما ننسى أبد للموت ما ننساهم. ما قصروا ويانا. واجب. واجب. واجب عقيدتنا النجف. هذا عقيدتهم. لأن أنتم الآن هجرتم بسبب ولائكم لعلي بن أبي طالب، وأنتم الآن ضيوف على أولاد علي بن أبي طالب، فهذا واجب عليهم. واجب علينا أن نقدم الخدمات لكم. إن شاء الله. رحمة الله عليك. الله يسلمكم. هاي وجبة أفطار مقدمة من قناة المهد الفضائية، بعض الأخوة المتبرعين من دولة الكويت ومن الخيرين إن شاء الله. شو تقول لهاي الناس اللي تتبرع لكم؟ أشكرهم، رحم الله والديهم. تدعي إن شاء الله ما ينسى. بالآخر آخر ينقول هذا الشيء. إن شاء الله تدعونهم ما تنسونهم من الدعاء. إن شاء الله، الله وياهم. رحم الله والديهم. كم عائلة أنتم؟ عائلة وحداني. ها. أخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. على مسلم. نتعرف على حضرتكم. جميل صالح من أهل تلعفر. نازل من أهل تلعفر. أخ جميل، يعني أولا ما هو سبب تهجيركم من تلعفر؟ سبب تهجير، تهجير طائفي لا أكثر ولا أقل. لكون شيعة أهل البيت. إيه لكون شيعة على أهل البيت. أكيد يعني واجهتكم بعض التهديدات، بعض الأشياء منهم قصف. إيه قصف اعتيادي تقريبا يوم بعد ما سقط الموصل محافظة اثنين أو صاربية، يعني هاي شغلات الأمور اللي العسكرية خارج إرادتنا. فتلافر سقط الشيل صار عندنا تهديد 360 درجة، يعني تلافر ساقط، وداخل تلافر أتباع أهل البيت تقريبا ما يعادل نص ونص يعني من أهل السنة، وهناك ناس يعني من أهل السنة المعتدلين، ولكن كان هناك خلايا نائمة وقصف. القصف ما تدري من يا جهة، قصف تقريبا طول 11 ساعة 13 ساعة قصف ذك. زين، أكيد من طلعتوا من منطقة تلعفر استطاعتوا أن تأخذون بعض الأشياء وياكم، مستلزمات اللي تحتاجوها؟ لا لا، يعني أنا بالنسبة أحكي على عائلتي ساعة بعد واحدة ونص لي ساعة اثنتين بالليل، يعني صار تهديد القصف ذك واشتباكات. يعني أنا بالنسبة لي شخصيا الدجداش اللي كنت لابسه فقط طلعت، يعني ما القضية تشيل الأغراض المستلزمات، يعني خلف على النسوان همين مهيئين نفسهم المستمسكات الرسمية، مو الكل طبعا، البعض. زين، أكيد يعني خلال هاي فترة التهجير اللي طلعتوا من تلعفر إلى أن وصلتوا إلى النجف، أكيد معاناة واجهتكم بالطريق؟ معاناة التهجير بدينا، يعني صار هنالك تهجير لمنطقة سنجار. سنجار. منطقة سنجار. أنت وحظك، يا اللي يشيلك. أنا بالنسبة كان عندي سيارة، فخلفوا على الجماعة شالونا وياهم، وصلنا لمنطقة سنجار. ظلينا شهر زمان هناك، يعني على أمل اللقاء هنالك بأنه عملية عسكرية استعاد مدينة تلعفر، إلا أن ما صار بها أي مجال. فهيأنا نفسنا وين؟ لمنطقة النجف، يعني خلفوا عليهم هم يعني أهلنا، ووعدنا يعني من زمان بدنا نزور. أنتم الآن حليتوا ضيوف على مدينة النجف الأشرف، الآن أنتم ساكنين في طريق يا حسين، هاي الحسينيات التي شيدت، اللي البعض يقول هاي الحسينيات نستفاد منها فقط في أيام الزيارة، بعض المغرضين، لكن الآن هاي الحسينيات أصحاب المواكب فتحوا قلوبهم قبل أن يفتحون الحسينيات واحتضنوا هذه الآلاف من النازحين أمثالكم. شنو الكلمة اللي توجهوها لأبناء النجف؟ شلون وجدتوا استقبال أبناء النجف لكم؟
استقبال أهالي النجف يعني أنا بالنسبة لي ما ممكن أن أوصفه بكلمات، وإنما قلوبهم يعني قبل ما يفتحون الحسينية، وهذا باعتقاد من بركة أبي عبد الله من الحسينيات اللي بنت مو فقط لزيارة الأربعين والمشى، وإنما مثل هذه القضايا الخارج إرادة المجتمع. وشكري وتقديري لأهالي النجف، شكري وتقديري أكرر وأعزز حسينية أهل السادة البراعبة اللي احتضنونا بهذه الحسينية، خدماتهم لا يمكن أن يوصف بكلمة. أعزائنا المشاهدين، نحن الآن ندخل أيضا إلى بعض العوائل المهجرة من تل لحفر. أعزائنا المشاهدين، تشوفون الآن المكان اللي ساكنين به هذه العوائل في حرارة هذا الصيف، درجة الحرارة اليوم ما يقارب 48 درجة، حالات مأساوية. جئنا من خصف العشوائي الذي أصابنا في الليلة الأولى حتى الساعة 7:30 صباحا، ولا يسمح لنا التنفس ولا وقع على البيوت، على السيارات، على الأغنام، على المواشي. سبب هذا القصف العنيف اللي وقع على مدينة تل لحفر، شنو سبب القصف؟ سببها ما حد عرفه. زين، أنتم سبب تهجيركم هجرتم من تل لحفر للنجف؟ هجرنا كوننا عن محبي أهل البيت، من شيعة أهل البيت. نعم، من شيعة أهل البيت فجرنا، وأنا أعرف من هذا السبب. زين، أكيد واجهتكم معاناة، مآسي، والله تهجيركم. سنجار بقينا تقريبا 15 يوم، خلال هال 15 يوم مي نشتري بفلوس الخاصة، ونشتري التلج 8000 دينار القالب الواحد، وما يخلون أحد يشتغل عامل عندهم حتى يطلع الكسر، ماكو. مرينا جينا بكردستان إقامة جبرية على الشمس على التراب، ومي ماكو، مي حار، تلج ماكو. 7000 دينار نشتري القالب، والصمون نشتري بفلوسنا، وأكو تمييز بيننا، أكو عوائل مهجرة من الموصل، هدولك يعتنون بي، هدولك كونهم مو شيعة، مو من محبين أهل البيت. أنتم لكون من شيعة أهل البيت، نحن شيعة أهل البيت، ماكو اهتمام. نعم، وضعونا إقامة جبرية على الشمس بدون رحمة ولا شفقة. أول ما بدينا الأشايز بالسيطرة قالوا أنتم أعدائنا، علني قالوا أنتم أعدائنا. لكون شيعة أهل البيت. لكون شيعة أهل البيت، نعم نعم، ونحن مستهدفين من قبل، كون الإرهاب ما سنين صار ما يقدر علينا، شنو السبب هسه يقدر علينا؟ غير اكو مؤامره، ظهرهم الاكراد، ظهرهم مدفعيه منين لهم؟ يخصفون بالمدفعيه، بالصواريخ، بالراجمات يخصفون، وكل مطر ينزل علينا. احسن، كل مطر، لا ضل وادي، لا ضل مكان عالي، لا ضل مكان ناصي، لا سهل ولا شيء ما وقع عليه. هجرنا بسبب نحن محبين أهل البيت، 48 حسينية هدموا، وسبع جوامع للمصلين مساجد هدموا. مساجد الشيعة، مساجد كل مساجد الشيعة مساجدهم موجودة لحد الآن، ليش ما هدموا؟ هم نحن مستهدفين. وين أكو أماكن دينية، أماكن موقع عبادة، حطموا مزار، أكو كم مزار هدموا، مزار سعد بن عقيل هدموه، مزار أرمامود
اللي بال 2000 سنه صار عمره هم هدموه. ما هو اسمك؟ محمد حبيب يونس من منطقه تلعفر. محمد حبيب يونس، شنو السبب اللي تهجرتوا به من تلعفر؟ سبب هو ولايه الامير المؤمنين عليه السلام، وجينا على الجنوب، من رفضنا الشمال على الكرد وجينا على الجنوب لولايه امير المؤمنين عليه السلام والطريقه للبيت، وجاي هنا جات من الطريق الاحرى. يعني حالات اكيد ماساويه، تعبتوا باثناء خروجكم من تل العفا، واجهتوا شفتوا ماذا فعلوا بكم الارهابيين. اي فعلا اي، ولا بسيت على الكلك واي بدنا تحت الشمس قاعدين نسوان، حتى الاولاد ماتوا وماي ما كان ينطونا. يعني اطفال عندكم ماتوا بالسيطره؟ ايه ماتوا اطفالنا كله ماتوا. إذن أعزائنا المشاهدين، نلتقي الآن بأحد الأخوة المؤمنين الذين يقومون بتوزيع الماء إلى هذه العوائل المهجرة. نتعرف على اسمكم؟ السائق أحمد كريم جواد من مديرية ماء النجف. أحسن. أحمد جواد، يعني أنتم الآن باستمرار تقدمون الماء إلى هذه العوائل؟ الآن نداوم من الساعة 7 صباحا وننتهي بالثنتين بالليل، من بدء الظهر عندنا استراحة فقط. يعني اكيد انتم الان جاي تقومون بجهد اضافي لتحمل معاناة هذه الناس. احنا جايين بجهد على حساب المواطنين، ما جايين بجهد المواطنين. يعني هاي الناس الان تعرف هجرت بسبب لكونها شيعة اهل البيت. صحيح. فان شاء الله ما تقصرون عنها. لا ان شاء الله ما نقصر عنهم ليل ونهار. ان شاء الله. واحنا ايضا نطالب من عندكم تكثيف زياراتكم وتقدمين وجبات ماء كثيره، لان هذه العوائل هواية تحتاج. صابيكم خير ودلو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا مرحبا. شلونكم؟ يا ميت مرحبا. الله يسلمكم. يا ليك يا الله. شلون احوالكم؟ نتعرف عليكم، اسمكم؟ اسم محمد حيدر خان حسين من محافظة نينوى. من محافظة نينوى. نعم. الله. قرية شريخان العليا. يعني سبب التهجير انتم الان في محافظة النجف، ما هو سبب تهجيركم من محافظة نينوى؟ التهجير صار بسبب الأوضاع الأمنية في المحافظة. الجيش يعني تفككت والضباط اتخاذلت، ضباط خونة أنا أقول دائما، خاصة أبناء الموصل. زين. هذا السبب الرئيسي لسقوط محافظة. يعني أنتم الآن هجرتم إلى هذه المحافظات لكونكم من أتباع علي بن أبي. نعم نعم، أتباع أهل البيت. نعم أتباع أهل البيت. كوننا نزور المحافظة، نزور النجف، نزور المحافظات المقدسة، هو هذا السبب الرئيسي. شلون وجدت استقبال أهل النجف لكم؟ والله استقبال حار واستقبال مشرف جدا، ونشكرهم جزيل الشكر. نعم. الآن ما هي الأشياء اللي تحتاجوها أثناء سكنكم؟ والله لحد الآن إحنا ما محتاجين كل شيء، وفرونا كل الخدمات ونشكركم جزيل الشكر. هذا موقف مشرف راح نسجله في التاريخ إلى الأبد أبدين. الله يسلمكم. نعم. يعني هاي وجبة أفطار مقدمة من قبل قناة المهد الفضائية لكم. الله يسلمكم. ما خليت قصور. الله يسلمكم. نعم أبدا. هذا واجب علينا. نشكر قناتكم، نشكر قناة قادركم إن شاء الله بعون الله. الله يسلمكم. بارك الله بكم، وإحنا إن شاء الله دائما نتصل وياكم، نتابعكم ان شاء الله بيوم يوم ان شاء الله. ان شاء الله موفقين. السلام عليكم. السلام. شوكم؟ نتعرف على حضرتكم. ماجد حسين محمد. من اي منطقه؟ من تل العفر. من محافظه تل العفر. من محافظه تل العفر، محافظه نينوى. زين اخ ماجد، يعني سبب تهجيركم؟ شنو السبب اللي تهجرتوا؟ سبب تهجيرنا احنا بالبدايه قالوا جماعه داعش يجي، بس بعدين غدرونا الاكراد، قاموا يقصفونا بالمدافع و بالهاونات، بعدين صاروا ويا داعش فقدروا بينا. احنا قالوا اطلعوا الليله، احنا راح نتفق وياهم عشان يتفقون الكراد يطب من تل العفر والداعش ما يطب. بعدين استغلوا الفرصه، طلعوا اهل تل العفر كلهم طببوا ال11 ويا الكراد واستغلوا الفرصه
بعد ماكو. يعني انتم الان مهجرين بسبب كونكم من شيعه اهل البيت؟ ايه ولا العوائل الشيعيه مو هجرت؟ هي ايه شغله طائفيه. طائفيه. ايه كان الشيعه اجرونا من منطقه السنه. زين اكيد خلال فتره تهجيركم من تعلعفر الى ان وصلت للنجف اكيد متاعب واجهتكم صعوبات. طبعا طريق. طبعا وايد صعوبات طريق ذلك لا تعبونا وايد. يعني ماكو دقيقه ما تقف بهالحار لا ماي لا اكل لا شيء امشي قبل خير ان شاء الله. يعني ماكو يا متساهلات متساهل ما تسهلوا ويانا يعني ابد نوب خير ان شاء الله. زين كم نفر الان انتم؟ والله هسه احنا 21 نفر هنا عائله اربع عوائل احنا. هاي وجبه افطار مقدمه من قبل قناه المهدي الفضائيه لكم ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتعرف على اسمكم؟ من اهل النجف فاضل السلامي. حج فاضل شفتك الان تقدم مساعدات للعوائل المهجره. المهجرين اللي مبردات، ثلاجات، غذاء، كافه الوسائل اللي يحتاجوها من عندنا احنا، واحنا بخدمتهم واللي بخدمه اهل البيت امير المؤمنين عليه السلام والحسين وابو الفضل العباس وكل الوسائل اللي نقدمها لهم. يعني حج فاضل هاي الحسينيات احنا الان الحمد لله على طريق يا حسين طريق الحسين. طريق الزياره طيب. هاي الحسينيات من البنت البعض قال ما تستفادون منها فقط في ايام الزياره، اليوم نشوفكم فتحتوا حسينياتكم. لا لا, لا 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 ان شاء الله يستفادون منهم كل بطيله ايام السنين لان طريق الحسين ما ينقطع نهائيا. السلام عليكم. اهلا اهلا وسهلا ومرحبا. نتعرف باسمكم؟ محمد حسين محمد علي البياتي. من اي منطقه هجرتوا؟ من تل عفر. من تل عفر. اي. سبب تهجيركم لهنا؟ والله سبب تهجيرنا بالاعتداءات الارهابيه اللي تعرضت المنطقه. الهاونات وبال شو اسمه؟ وتقريبا مدفعيه هاونات ومدفعيه جونا. يعني صار تهديد عليكم؟ تهديد الدواعش يكون شيعه اهل البيت. شيعه اهل البيت بال حصرا يعني. وصلتوا الى النجف اكيد إيه؟ معاناة كثيره رافقتكم خلال وصولكم الى النجف، شلون وجدتوا استقبال اهل النجف؟ والله استقبال كلش جيد ويعني استقبلونا استقبال حار من كل النواحي. موفقين. يعني احنا الان اليوم قناه المهدي الفضائيه كان لها الشرف بالتغطيه احوال المهجرين والوقوف معكم وعملنا لكم وجبه افطار. اهلا وسهلا نشكركم جزيل الشكر. موفق ما تقصر والله. موفق يا هلا مرحبا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نتعرف عليكم. سيد عقيل. سيد عقيل. سيد عقيل انا الان اشوفك واقف على الطريق على الحسينيات توزع للمهجرين. بدينا من 300 وجاي صاعدين وين ما نوصل حتى نوزع بيه ونرجع. شنو الاشياء اللي تقدموها للمهجرين؟ تمن ومطبوخ اليوم وزعنا، كل مره نوزع ارزاق جافه. بلي. المره لا سوينا مطبوخ على مود سهل للعالم لان شكوا قالوا ما عندنا طباخات وما عندنا هاي، فقمنا نطبخ لهم طبخ ونجيب لهم افضل. زين اشوف ملابس ايضا وزعت. ملابسها ايضا وزعنا احنا وجبتين وزعت ملابس. يعني سيدنا هؤلاء العوائل هجروا بسبب حبهم وولائهم لعلي بن ابي طالب وهم الان ضيوف على محافظه النجف فاكيد ما قصروا. احنا نرحب بهم وقد ما يوقون هنا نحن بخدمتهم لو قد ما كان، بس احنا نحب ان يرجعون لبيوتهم ان شاء الله اذا استتب الوضع الامني. فاحنا في خدمتهم حتى لو يطول وقتهم احنا بخدمتهم. موفقين.